مرحبا بكم إلى جولة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع، وأهمها تصريحات القيادي الحوثي مهدي المشاط عن الذين يطالبون بالرواتب وكيف أغضبت اليمنيين. أيضا تفاعل اليمنيين مع اليوم العالمي للضحايا الاختفاء القسري، وأبدأ معكم من موقع إكس. أبدأ بأول تغريدة لعبد الوهاب قطران عن تصريحات المشاط التي يقول فيها بأن من يطالب بالمرتب فهو يخدم العدو. وفقا لتصريحات الأخ المشاط اليوم، من يطالب بمرتبه فهو يخدم العدو، هم يخلصوا ظهر الشعب، جمارك، ضرائب، زكاة، تحسين رسوم، وإحنا نتوكل الرياض نطالب العدو بصرف يصرف لنا مرتبات، ومطالبتنا لهم كسلطة تحكم وتجبي بحقنا البديهي والمكتسب بالمرتب هو خدمة للعدو. عادشي معاكم عقول أويدي الله. وهذه التغريدة لمجلي الصمدي يذكر بها ما فعلته ميليشيا الحوثي به وبإذاعته التي نهبتها وأغلقتها واعتدت عليه مؤخرا. أغلقوا إذاعتي قهرا دون مصوغ قانوني، لجأت للقاضي كمواطن والقضاء والله ما قصر، حكم لي، داسوا على أحكام القضاء وداسوا فوق رأسي ووجهي مؤخرا، وعادهم يهددوني بالقتل، أي قضيع حيواني هؤلاء. جلست 15 سنة أجمع فلوس عشان أفتح لي مشروع خاص، وجاءوا دمروا حياتي بساعة واحدة. البرلماني عبد بشر رد على تصريحات المشاط متحدثا عن سياسة الحوثيين المالية التي دمرت الاقتصاد. إلى نيوتن اليمن المشاط، الهردقة والحماقة هي ما تقومون به من سياسات مالية واقتصادية فاشلة جوعت الشعب، ونكتفي برد الشهيد الصماد لكم. أما مخترع البطاقة التموينية فهي تمت بموافقة ورعاية وتأييد قائد الثورة يا بطل، وأنت كنت مسؤول الملف الاقتصادي وجاءت لتخفف من معاناة المواطن والـ50% من البطاقات. كتب محمد المقالح عن الاعتداءات الحوثية ومحاولة تخويف الناس بضرب أحدهم كما فعلت مؤخرا بالصحفي مجلي الصمدي. يقول المثل اليمني مهيوب ولا مضروب، لقد أهنتم بالبلطجة هيبتكم في وعي الناس، وبدلا من تخويفهم بضرب أحدهم كسرتم بفعلكم الشائن مخاوفهم. غدا لن ينفع الضرب ولا حتى التصفية في استعادة مخاوف الناس ومهايبهم. أما أنس القباضي غرد عن المرتبات والتي لا تنقضى حتى في البلدان التي تشهد حروب كما في سوريا. لا توجد سلطة في العالم لا تدفع مرتبات، حتى تلك السلطات التي تشهد بلدانها حروبا وأزمات وخروج أجزاء من أراضيها عن السيطرة. في سوريا التي تشهد أزمة وحرب منذ 12 عاما، تم رفع الراتب بنسبة 100% وتخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح 3. وهذه التغريدة لوضاح العبسي يرد بها على تصريحات المشاط وما أطلق به من اتهامات على من يطالبون برواتبهم. عندما رئيس الدولة يخرج ويقول من يطالب براتب فهو عميل ومرتزق، نقر على الدنيا السلام. نقول سيد الرئيس، من يطلب من شعبه أن يطالب العدوان بصرف راتبه فهو العميل، من يطلب من شعبه أن يستجدي راتبه فهو عميل، من يطلب من شعبه أن يطالب دول العدوان أو دول خارجية فهو العميل. البرلماني أحمد سيف حاشد غرد عن الانقلاب الذي حدث في الغرفة التجارية لزيادة نسبة الجبايات الحوثية. يبدو أن الانقلاب الذي حدث في الغرفة التجارية على الهيئة المنتخبة كان الغاية منه تمرير زيادة النسب والجبايات التي تم فرضها وإخضاع مقاومة الهيئة الإدارية للغرفة التجارية التي تم إزاحتها واستبدالها بهيئة إدارية جديدة موالية لمن للسلطة، وهي هيئة لا تقاوم ولا تعترض عما هو مصادم للقانون والدستور، وأولها فرض زيادة نسب تلك الجبايات وتمرير تلك التعديلات الغير قانونية. ردات سعيد غرد عن سلطة الحوثي وعجزها عن دفع الرواتب وتشدقها بشماعة العدوان.
السلطة التي لا تستطيع صرف راتب موظف أو تقدم أبسط الخدمات وتتباهى بالفساد والفشل والظلم والاستبداد والديوالة، ثم تذهب لإلقاء التهم يمينا ويسارا ضد كل مواطن حر ومعارض وطني لتبرر عجزها وفسادها وفشلها وظلمها واستبدادها، هي سلطة ويجب تغييرها جذريا. بالانتقال إلى الحملة التي أطلقها ناشطون وإعلاميون وكتاب على موقع إكس بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أستعرض لكم بعض التغريدات، منها ما كتبه الإعلامي عطل إسماعيل يقول عن ما يحدث للمختطفين والمخفيين في سجون ميليشيات الحوثي. إخفاء المختطفين لسنوات وإخراجهم لمحاكم فاشية ليتم الحكم عليهم بالإعدام دون السماح لهم بتوكيل محامين أو لقاء أقاربهم أو حصولهم على ملفات قضاياهم، وتنتهي معظم المحاكمات بالإعدام كما حدث لأبناء تهامة. غردت وضحى مرشد عن أشكال الخطف والاعتقال التي تعرض لها سياسيون وعسكريون ومدنيون في مناطق الحوثي. نذكر بأنه من ضمن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي اختطاف الأشخاص من المساجد والأسواق بشكل تعسفي ودون أي مصوغ قانوني. هؤلاء الضحايا يعانون من التعذيب، حيث تتعرض حياتهم وحقوقهم لانتهاكات ولا يعلم ذويهم عنهم شيء. وهذه تغريدة لمحمد أنعم عن الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم ولم يعرفوا لهم طريق منذ سنوات وحتى اليوم. منذ سنوات انقطعت أخبار آلاف اليمنيين، إنهم خلف الأسوار وفي غرف مظلمة تحت الأرض ويواجهون أساليب تعذيب بشعة، ولم تفصح ميليشيات الحوثي عنهم وترفض إطلاق سراحهم. هؤلاء الأبرياء يجب أن يظلوا في صدارة أولوياتنا حتى تشرق عليهم شمس الحرية. في ذات السياق وعن المختطفين الذين لا يعرفوا مصيرهم حتى اليوم، يقول عبد الكريم عمران: في اليوم العالمي للإخفاء ثمة المئات من اليمنيين لا يعلم مصيرهم منذ سنوات، أمثال السياسي البارز محمد قحطان الذي اختطفته ميليشيا الحوثي في عام 2015 وترفض الكشف عن مصيره إلا مقابل الإفراج عن قائمة من المقاتلين المتمردين ضد الدولة الشرعية. أخيرا من موقع إكس يقول محمد الصالحي عن وضع أسر المخفيين والمختطفين وما يعيشونه من ظروف نفسية ومادية صعبة: المئات من المخفيين قسرا منذ أعوام، تعدى بعضهم 7 سنوات، تعيش عائلاتهم حالة من عدم الاستقرار والقلق والشعور بالعزلة، خصوصا الأطفال الذين حرموا من آبائهم لسنوات، كما تعيش أسرهم صعوبات مالية وعجز عن تلبية الاحتياجات. إلى فقرة فيسبوك، حصل الممثل اليمني خالد حمدان على جائزة أفضل ممثل أسيوي في حفل جوائز سبتيموس في أمستردام بهولندا عن دوره في فيلم المرهقون. النجم خالد من محافظة عدن له مشاركات فنية عديدة مثل فيلم 10 أيام قبل الزفة ومسرحية معك نازل وآخرها فيلم المرهقون. تفاعل كبير حظي به الممثل خالد من قبل رواد المواقع، وقبل أن نستعرض كيف تفاعل المعلقين وما كتبوا نشاهد هذا الجانب من فيلم المرهقون. عادت الرواد على التلفزيون؟ لا عادوا بكرة الداخلية والجيش فقط. متحقق؟ ما مش خبر. بيطلع لك 40. شو تبيع؟ حبيبي حبيبي العسولة حبيبي. حسبت أني ضمير مش عارفة أني كيف بتعامل مع الرواد. مساك يا أخي بلا فحص، الله أعلمكم به ورق مستوصف. ورد لي الشيخ المحرم حتى لو عاد عمره يوم. بسرعة حتى اتفقنا وحسبنا هذا الموضوع ولا لا؟ شكله ماشي قدامنا احنا غير مليون. من صدقك بدك تدريبه ما بترضيش لو تنتكت السماء على الارض. انا حامل خاف الله. اسكتي بس يا برار مكبوده وحس حبه بقلبي. شو الحمر ثانو؟ قلت شوف يا عيال. شوف هيا بنمشي.
سبايدر مان. سبايدر مان اكيد حتى ما نفتح له لو تعلمناها. علقت رندا محمد على الخبر معبرة عن فرحتها بفوز خالد، تقول: خبر مفرح، زميلنا الممثل العدني خالد حمدان تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل آسيوي في حفل جوائز ستيموس في أمستردام هولندا عن دوره في فيلم المرهقون. مبارك لك يا رفيق. أما نور سريب علقت مباركة للفنان هذا النجاح الكبير. خبر يسعد القلب، نبارك للنجم خالد حمدان ترشيحه لجائزة أفضل ممثل آسيوي في حفل جوائز ستيموس في أمستردام هولندا عن دوره في فيلم المرهقون. الجميع سعداء بهذا الخبر، بل تشرف به كل أبناء اليمن. وهذا باسم الزوقري علق مبتهجا يقول على هذا النجاح. النجم خالد حمدان إلى هولندا. خالد حمدان تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل آسيوي في حفل جوائز ستيموس في أمستردام هولندا عن دوره في فيلمنا المرهقون. لم يكن من السهل وصولك إلى العالمية، تهانينا لك. أما وجدان مقبل فعبر عن سعادته بطريقة مختلفة وقال أن كل عبارات التهاني لا تسعه، وهذا منشوره يقول فيه: سعادتي لا توصف بهذا الخبر الجميل، ترشيح أخي العزيز الغالي خالد حمدان لجائزة أفضل ممثل آسيوي في حفل جوائز ستيموس في أمستردام هولندا عن دوره في فيلم المرهقون عن جدارة واستحقاق. ممثل لديه القدرة على تقديم الشخصية بحرفية كبيرة، مبدع وموهوب جدا ومقنع في جميع أدواره. هو ممثل مختلف عن جميع الممثلين من حيث أسلوبه وتمثيله، يختلف عنهم جميعا، وفي كل دور نراه بطل يمتلك شخصية وحضور مذهل. إنه حقا جوهرة من الإبداع، شيء جميل لا يمكن أن يحصل لكل الناس، ولذا يتمكن منه بعض الناس. لقد حاولت صياغة عبارات مدح عديدة لثنائك وشكرك يا ابن حمدان على ما قدمت لنا من أعمال فنية، ولكنك تجاوزت كل تلك العبارات. أنتقل بكم إلى واي ترند وأبرز الموضوعات العربية والعالمية. تفاعلت المنصات السعودية مع طريقة احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الأهداف في شباك الشباب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن. قام رونالدو بعد تسجيله لهدفه في مرمى الشباب بأداء الرقص الشعبية السعودية الشهيرة التي تعرف بالعرضة السعودية إلى جانب النجم السنغالي ساديو ماني، وقد حصد هذا الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة. استيقظ المواطنون في القابون على بيان عسكري يظهر فيه قادة الجيش والأجهزة الأمنية ليعلنون عن استلام السلطة. أعلنوا تنفيذهم انقلابا عسكريا على رئيس القابون على بونغو وإلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر. نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات، قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم. لهذا الهدف قررنا إلغاء الانتخابات العامة ونتائجها المبتورة، وقررنا إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وحل جميع المؤسسات الدستورية.
أقيم حفل زفاف ضخم في بلدة بيت عور التحتة غربية مدينة رام الله للشاب أحمد طارق النتشة. نجل رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة بحضور أكثر من 60,000 شخص ومشاركة 6 فنانين من بينهم الفنان الأردني عمر العبدلات. تم ذبح أكثر من 400 خروف لإطعام الضيوف ونحو 6 أطنان من الفواكه وطن ونصف شاورما وطن واحد من الحلويات بتكلفة تخيلوا كم، قدرت بنحو 2,000,000 دولار. تابعوا معي جانبا من حفل الزفاف البادخ. الأردن قلبي يختاري فلسطين وهذا داري والأردن قلبي يختاري هلا بهلا اللي رزاق بالعالي بيطلع لك انت الغالي دولي احنا سرعنا الميارات فينو زيتون وبدر القمح علينا وبدر ليمون الميارات فينو زيتون وبدر القمح علينا وبدر ليمون كل واحد من حقه يفرح في ابنه كل من حقه يفرح في اي مناسبه في بيته في عيلته في بلده في وطنه. الناس ما تنتقدنا، تنتقد الحكومة اللي باعت رقم سيارة بمليون شيكل مثلا. هلا علشان ايه؟ احنا بالاخر احنا خاص، الناس من حقها تنتقد المسؤولين، من حقها تنتقد اللي بيشتغلوا بالعام بغض النظر، لان هناك بتشتغل. اما واحد خاص في ماله بشغله بتعبه، يعني الناس يعني مسموح تنتقد. أختتم حلقة اليوم مع هذه الأغنية الرائعة الجميلة التي لاقت رواجاً كبيراً على منصات التواصل اليمنية. مطلع الأغنية تقول المضرجاء، وهي بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي من الله بها على بلادنا. العمل من أداء والحان المنشد ياسر المضري، من كلمات الشاعر الكبير أحمد أشرف المضري، والمنتج حامد السنباني، والمخرج محمد نصر. لنستمتع معاً.
هذا ما لدينا اليوم، نلتقي في جولة قادمة، كونوا على الموعد، في أمان الله.